الرحيم. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تتقدم كلية الأفق الجامعية من حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومن إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، ومن حاكمنا ووالدنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بأسمى آيات التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة. كما نتقدم أيضا من شعب الإمارات وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة بأسمى آيات التهنئة والتبريك، ونقول للجميع كل عام وأنتم بخير، وعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله.